السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورحبكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة الطيبة بإذن الله من برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. عنوان حلقتنا اليوم فريق واحد، فريق واحد. أما الموضوع فهو الفريق الواحد، التكاتف والتعاون وروح الفريق. كيف نصل لمثل هذا في الفريق الواحد؟ شو الثمرات؟ شو الفوائد؟ شو القصص الجميلة اللي مرت؟ كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بخصوص هذا الموضوع في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. حياكم الله، خلونا اليوم نبدأ بآية هي أصل في تكوين الفريق الواحد. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن عندنا في الفريق الواحد فريق، مجموعة ناس وهدف اجتمعوا عليه. الفريق الناجح والفريق اللي مجموعة الناس اللي فيه ناس أصحاب همة عالية وناس اجتمعوا على الخير. لذلك الله قال: واعتصموا بحبل الله. ما ترك الاعتصام في أي شيء والاجتماع في أي شيء، لأن الاجتماع إذا كان على أمر ضار، كان على أمر ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، كان على أمر فيه ضرر على الناس على العباد والبلاد، فهذا اجتماع وفريق مذموم. الله يعافينا وياكم العصابات وتجار المخدرات وغيرهم، هيلا فريق واحد، فريق، لكن أعوذ بالله من مثل هذا الفريق. نريد الفريق الذي هو نواة نافعة وبذرة صالحة لإنبات مجموعة من الناس من الكفاءات من الشباب، حتى أيضا يجتمعهم كفريق واحد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يلزم من الاجتماع أن كل الفريق يكونوا من أفضل الناس، ولا شو فائدة الاجتماع؟ فريق الواحد فيه القوي وفيه الضعيف، فيه الغني وفيه الفقير، فيه الذكي وفيه قليل الذكاء، فيه اللي عنده مهارة في شيء معين وما عنده مهارة في أمور أخرى. هذه فائدة الفريق، فريق يشيل بعضه البعض، فريق يساعد بعضه البعض. لكن لا شك أن الفريق اللي فيه المجموعة الأكبر منه ناس ناجحين، ناس عندهم همة عالية، هذا هو الفريق الناجح. والاجتماع والفريق الواحد يبدأ في الأسر. الأسر نواة المجتمع. إذا الأسر متفرقة كيف تتوقع الصورة اللي بتنطبع عند الجيل الناشئ هذا؟ أكيد بتنطبع عنده صورة أن الاجتماع أهم مع الناس القراب مني. لابد يكون في اجتماع في الأسر على الخير وعلى الإيمان على الطاعة على الأمور النافعة. في أسر للأسف حتى وجبة الغداء ما يجتمعون عليها. راح يقول زين يا أخي أنا أرد من الدوام الساعة 4 والحرمة 2 والعيال 1، لا تجتمع على الغداء، العصر على الأقل على شاي على شيء، العشاء سوي لك يلسوي عيالك يوميا ربع ساعة ثلث ساعة، مستحيل ما عندك وقت. ولاة أمورنا جزاهم الله خير والله يبارك في عمارهم يلفون الدنيا وعندهم من الأشغال ما عندهم، لكن نشوف دائما صور جميلة تجمعهم بأهاليهم. هذه بداية الاجتماع في نواة الأسرة، تجتمع الأسرة حتى يكون المجتمع متماسك. الاجتماع يكون على الخير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الجسد فيه أعضاء مختلفة،
في أعضاء قد يتبادر لذهن الإنسان أنها يعني ما لها قيمة أو أنها أقل من غيرها، وهذا صحيح. المخ، العقل، القلب، الرئتين، هذه أعضاء يعني أعضاء يعني الإنسان ما يستغني عنها أبدا. لكن حتى الأعضاء الصغيرة إذا فقدها الإنسان قد تسبب خلل في الجسد. عارفون بعض علماء الأحياء يقولون الله يجلكم ويعزكم الفرق بين الإنسان والقرد، أن الإنسان يقدر يحرك الإبهام بهذه الطريقة، القرد ما يقدر، فتكون حضارة وبنى وسوى صبع هذا. لكن إذا فقدها الإنسان يتعرقل، سبحان الله، عضو واحد قد نراه صغير لكن إذا فقدناه أو إذا تلف ممكن يسبب ضرر كبير على باقي الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن اشتكاء عضو يؤثر على الجسد. كذلك لو تأخذ صندوق من الفاكهة، من الطماط، الخضروات وغيرها، إذا في عضو، في الصندوق هذا في خلل، فيه بكتيريا، فيه تلوث، ممكن يخرب لك باقي الصندوق. فالاجتماع مهم جدا والتماسك مهم جدا. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتمع جسد واحد، ما في والله أنا ما يخصني فيه، كل واحد حسب طاقته، حسب علمه، وحسب إمكانياته. ما يسوي الأب يقول، وما يجوز أصلا يأثم، والله ما يخصني فيه ولدي كيفه، خليه يحترق إن شاء الله. لا لا، لو فعل ما فعل أنت تظل مسؤول عنه، وتحاول بكل الطرق. هذا نوح عليه السلام إلى آخر لحظة، يا بني اركب معنا، إلى آخر لحظة يا بني اركب معنا. ما يستوي، الله ابتلاك، خلاص هذا ابتلاك، شو نسوي، أنا تعبت، أنا كذا، حاول. ولعل الخلل يكون في بداية التماسك في الأسر. كثير من الشباب اللي يعانون من مرض الإدمان ومن المشاكل هذه، المشاكل أو الجرائم وغيرها، لو تنظر في تاريخ الأسرة عندهم ترى تفكك عجيب، ترى تفكك عجيب هو الذي أدى إلى مثل هذا الخلل في المستقبل عند هذا الولد. الولد يحتاج، الابن، البنت تحتاج إلى تماسك، يحتاج أن الأب والأم يكونوا متماسكين، يكونوا موجودين معه، يحتاج إلى أخوانه متماسكين. بدون تماسك ما نقدر، بدون تماسك في مجتمعنا ما نقدر، بدون تماسك في بيئات العمل ما نقدر. إذا كل واحد في شرق وغرب وكل واحد ما يبقى يحط إيده في إيد الآخر ما ننجح أبدا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فلما هاجر إلى المدينة أو من أول الأمور اللي فعلها عليه الصلاة والسلام أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. وانظر إلى حال الأنصار قبل ما يكونون أنصار أوس وخزرج، كيف أن ضعفت شوكتهم لأن حرب وخلاف بينهم. لكن لما تمسكوا صاروا كالجسد الواحد، تربطهم روابط قوية، روابط الدين والإسلام، حيث أن كل الفروقات اختفت، فروقات اللون والعرق وغيره راحت. ما في والله هذا قرشي وهذا هاشمي وهذا مخزومي وهذا من بني فلان وهذا من بني فلان، لا، كلهم أخوة مسلمين، كلهم فريق واحد. 13 سنة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا التآخي ومع هذا التماسك كفريق واحد، انظر إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أين وصلت. إذا كان المجتمع متماسك مش فريق واحد، صعب أنه يصل إلى النجاح، صعب أنه يصل إلى الإنجازات. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يريق دمه، إلى آخر حق المسلم على المسلم كذا، كلها تأصيلات حتى المجتمع يكون متماسك، حتى نكون فريق واحد. أفشوا السلام بينكم، تهادوا تحابوا. لو نلاحظ في ديننا الإسلامي كل ما يؤدي إلى الاجتماع حث عليه الدين، وكل ما يؤدي إلى الفرقة حرمه الدين ومنعه الدين. حتى في أبسط الأمور مثل إفشاء السلام، بل أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنين وهناك ثالث جالس. ثلاثة ياسين يا بعض،
ما يجوز حرام ان اثنين يتساسرون يا بعض والثالث ما يسمعهم. ليش؟ حتى ما يجد في قلبه، حتى ما تصير تفرقة بين الناس، ما تصير تفرقة بين المسلمين. إذن الاجتماع نواة النجاح في الأسرة، في المجتمع، في العمل، في كثير من أمور حياتنا، حتى في أبسط الأمور، فريق كرة قدم، فريق في المدرسة، نادي الفلاني، نادي كذا، بدون تكاتف، بدون اجتماع مع كل أجزاء الفريق وكل أعضاء الفريق، صعب أن نجد النجاح. هكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى كما ذكرت في كتابه العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أصل لنا أصل عظيم جدا، اللي هو لزوم جماعة المسلمين وعدم شق وعدم وأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمر. من أعظم الحكم في ذلك أن يظل الفريق واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن محدثات الأمور وعن البدع وعن الابتداع في الدين. ليش؟ حتى ما يتفرق المسلمين. لو كل واحد طلع بمنهج جديد من عنده وبفكر جديد يتفرق المسلمين، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مرارا وتكرارا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال ما يوم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، قالوا: من يا رسول الله هي الفرقة الناجية؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي، قال: الجماعة. كل هذه التأصيلات في السنة النبوية في مسألة لزوم جماعة المسلمين وعدم شق عصا الطاعة وغير ذلك، حتى لا تكون هناك تفرقة، لأن في التفرقة الضعف وفي الاجتماع القوة. الله جل وعلا أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وإلا نتعاون على الإثم والعدوان. الاجتماع إذا ما كان على خير فإنه ضرره أكبر من نفعه. إذن النتيجة اللي نوصل لها أن الفريق الواحد من الأساسيات في الحياة، في الحياة، وأن الاجتماع مطلوب، وأن الاجتماع هو الذي سيأخذ بأيدينا إلى النجاح. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض القصص، قصص النجاح الجميلة في مسألة الفريق الواحد، وقصص عكس ذلك أنهم لما تفرقوا فشلوا. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا. بعد الفاصل نتواصل بإذن الله تعالى. حياكم الله. تكلمنا قبل الفاصل عن الفريق الواحد وعن التكاتف في القرآن والسنة وعن أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام بحبله وعدم التفرق. ذكرنا شيء أيضا من مؤاخاة المهاجرين والأنصار. الحين إن شاء الله بنتكلم عن قصص النجاح في الاتحاد، وقصص يعني سامحونا على الكلمة، هاي قصص فشلت لأنهم اختلفوا وتفرقوا. حياكم الله. خلونا نبدأ بآية من كتاب الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. التنازع عكس الاتحاد، الفرقة عكس الاتحاد والتماسك. النزاع يؤدي إلى الفرقة، والفرقة تؤدي إلى الفشل. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولو نلاحظ في حياتنا، تشوف مثلا في بعض الدوامات يبدون ما شاء الله عليهم، من يبدأ التنازع بينهم يضعفون شيئا فشيئا حتى يفشلوا. نفس الشيء في كل ما نراه في هذه الدنيا من موضوع الاجتماع.
إذا كان الفريق الواحد مش على قلب واحد وتنازعوا فيما بينهم، بالتالي النتيجة راح تكون أن الفريق راح يتفرق، الفشل راح يكون حليفهم. وأكيد أغلبنا يعرف قصة غزوة أحد وقصة جبل الرماة، وهذه عبرة ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم حتى نتعلم ونعتبر. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرماة على جبل خلفه حتى يحموا ظهر المسلمين، وأمر عليهم أمير، كانوا قالوا تقريبا 50 رجل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما ينزلون حتى لو رأوا المسلمين يقتسمون الغنائم، يعني لو شردوا الكفار وفروا وهزموهم ما ينزلون حتى يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية انتصر المسلمين على المشركين وفر المشركون. هناك بدت مشكلة على جبل الرماة. دائما نحن نستفيد من هالقصة مسألة معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وشؤمها على الشخص، لكن في عمق ثاني أيضا في القصة، وهو أنهم اختلفوا في البداية، فريق واحد لكن اختلفوا، بعضهم قال ننزل انتهت الغزوة، الآخرين قال نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ما ننزل، لكن صار خلاف في البداية، افترق الفريق، نزلت طائفة منهم، فجاء خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل إسلامه ولف وراء الجبل وصعد، وبدأوا في قتل المسلمين حتى قتل في استشهد في غزوة أحد 70 من الصحابة، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه. انظر التفرقة إلى أين أدت. طبعا مش كل تفرقة واختلاف مذموم، ومعناته فريق واحد معناته أن ما نختلف، لكن نختلف ضمن الفريق. للأسف اليوم إذا اثنين اختلفوا تنتهي بينهم كل العلاقات والمودة وغيره، مع أن اختلافهم مثلا على أمر في العمل، أنت فريق واحد قسم واحد إدارة واحدة، اختلفوا على أمر من الأمور في العمل، واحد قال والله أنا أشوف أنه مثلا بأسلوب طيب، طبعا بالحكمة بالكلام الطيب بالكلام اللين بالرفق، والله هذا الأمر خطأ ومفروض نسوي كذا وكذا وكذا، الثاني قال لا نسوي كذا وكذا وكذا. فالخطأ والخلل والمصيبة تبدأ يوم يبدون يعني يشرخون الفريق الواحد، كل واحد يأخذها بمحمول يحملها بمحمل شخصي، خلاص يبدأ الخلاف يكبر، تبدأ الفرقة تكبر، تنازعوا فيفشلون وتذهب ريحهم. بعض الناس في بعض الدوائر في بعض الأعمال في الاجتماعات والله شوية يتقاتلون شوية يقومون يضربون بعض، يعني شدة الخلاف اللي بينهم على مسائل معينة على مهام معينة، لكن بعد هذا أمورهم طيبة، ربع وأصحاب، العمل عمل والفريق فريق. صحيح إحنا نريد الفريق الواحد، لكن في نفس الوقت ونبقى بعد يكونون كالقطيع في خلاف ضمن الأمور المشروعة، ضمن الأمور اللي يسمح فيها الخلاف. الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفقهية، لكن ما اختلفوا في الأمور في أسس العقيدة، الأمور اللي من الإيمانيات، الأمور اللي ما يسوغ فيها الخلاف، كانوا فريق واحد. كذلك قلنا في العمل في الأسرة، ما معناته أنا رب الأسرة وأنا بأسرتي تكون فريق واحد وعلى اجتماع، ما لنا حق أن نختلف في أي شيء وعيالي لازم كلهم يمشون على رأي واحد، لا أبدا. الخلاف صحي، صارت الخلاف صحية إذا كانت منضبطة بشكل صحيح. تعالوا الحين ننتقل إلى قصة من أجمل القصص اللي الحمد لله نحن نعيشها اليوم، قصة اتحاد الإمارات، قصة الاتحاد الإمارات، قصة اتحاد الإمارات. أسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة اللي والله ما تقدر بثمن. إمارات كانت متفرقة، كان الحال مثل ما هو معروف في السابق، فقر، ما في قوة، لكن سبحان الله نظرة الشيخ زايد الشيخ الحكيم رحمه الله تعالى والشيخ راشد وإخوانهم حكام الإمارات بأنهم يجمعون هذه الإمارات ويجتمعون على منهج واحد، على سياسة واحدة،
على يد واحدة، اعتصام على حبل الله سبحانه وتعالى. فلما اجتمعوا صاروا فريق واحد، قلوبهم على بعض، ايدهم في ايد بعض. شوفوا كيف سبحان الله انطلقنا انطلاق بين الدول، شيء عجيب. الإمارات الآن رقم واحد في كثير من الأمور. هل تتوقعون أن كنا بنوصل لهذه المرحلة من الحمد لله، من الحياة اللي فيها رغد العيش وفيها أمن وأمان إذا كنا متفرقين؟ مستحيل. يعني ننظر نحن إلى الدول اللي تفرقوا واللي صار فيها خلافات كبيرة جذرية بين شعوبها، ما وجدوا خير أبدا، بل زاد عليهم الشر. أما كل ما زاد التماسك والتعاون والاتحاد زاد الخير في المجتمع وزاد الخير على الإنسان نفسه. اليوم الحمد لله هذا صار فينا جزء أصيل، الاتحاد ما نرضى عليه أبدا. كذلك نأخذ هذه الثقافة، ثقافة دينية، ثقافة أبونا زايد الله يرحمه، ثقافة بلادنا، ونطبقها حتى في الأمور الصغيرة مثل ما قلنا في أسرتي، في بيتي، في عملي، مع أصدقائي. دائما الفريق الواحد يكون ناجح. طيب نلخص الكلام وأهم النقاط. قلنا الفريق الواحد مصدر قوة، لكن بشرط أن الناس يجتمعون على خير، وأنهم الهدف يكون هدف طيب. نتذكر دائما قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الفريق الواحد فيه القوي وفيه الضعيف، فيه الغني وفيه الفقير. الفريق الواحد يشيل بعضه. مو معناته فريق واحد أنه ما نختلف، لكن نختلف ضمن الأدب، نختلف ضمن المسائل اللي يسوغ فيها الاختلاف، نقدر الآخرين حتى وإن اختلفوا معنا في مسائل يسوغ فيها الاختلاف، أما في مسائل ما يسوغ فيها الاختلاف. يعني واحد قال والله حمان أبا مثلا الشركة هاي تتم شركة واحدة وبنفصلها خلاص ونخليها شركات صغيرة، ما بنتفق وياك. ليش؟ لأنك الضر ضرر كبير. لكن الاختلاف اليسير ما يفسد في الود قضية كما يقال. أسأل الله جل وعلا دائما يجمعنا على الخير، وأن يديم علينا نعمة الاتحاد، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا فريقا واحدا ناجحا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى مع برنامجكم فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.